لو كان عندي القدره والامكانيات فتترى اول حاجه نبدا بها انه نحط الشباب في بلايص نتاع سلطه، خاطر سي لو طون ونبدلوا لا مونتاليتي تو، على خاطر قاعدين في عوض نقدموا ونوخروا بالتوالي الحقيقه. ساجي حاج طيب 22 سنه، ايتوديانت ان دووا، نقرا ماستر ومشاركه في صناع الراي. مع الوضع اللي في البلاد وكل شيء نحس اللي اي نرى روحي في منصب سياسي ونرى روحي نعاون في تونس باش تقدم وترجع لخير. اهم القضايا اللي نؤمن بها ونحب ندافع عليها حقوق الحيوانات والانفيرونمون، على خاطر اكثر حاجه مهمشه في تونس حاجه ما عندهاش صوت. احنا كلنا عندنا اصوات باش نحكي وندافع على رواحنا، اما الشجرات والعصافر والقطاطس ما عندهمش اصوات باش يتكلموا ويدافعوا على رواحهم. لو كان النار اللي قوتني قوتك يحرم علي النوم وقت انباتك، لو كان النار اللي ستريس وفضول مع الأسئلة الحقيقة، خاطر ما تنجمش تتوقع شنو بيسألوك. مسابقة أخرى باش يقف قدام لجنة التحكيم وجها لوجه للإجابة على الأسئلة. سجاه، هل يجب أن يشترط مستوى تعليمي محدد على أعضاء مجلس النواب؟ وني ندخلوا في سياسة الإقصاء، وين فما برشا عباد موجودة في الشعب التونسي عندها مستوى ثقافي معين باهي ينجم يخولها انها تدافع على حقوق العباد اللي رشحتها او انتخبتها. تعرف سجا انه المجتمع التونسي صعيب برشا يتقبل انه تكون فما امراه قياديه، وانه تكون امراه مثلا في يوم من الايام رئيسه للجمهوريه، يعني علاش تضيعوا في وقتكم انتم نساء؟ وتعرفوا انه السياسه في مجتمع تونسي عربي مسلم الاقرب مش تكون للرجال. احنا اليوم نحبوا نقدموا مش نوخروا، ولهذا كون نعطيه للمرأة وإلى للأنثى الفرصة إنها تكون في مكانة قيادية في المجتمع باش يخلينا نتطوروا. خمس برشا حاجات إنه باش يزموني بالأسئلة، إنه باش يبروفوكيوني، لكن كانت معناتها تعديت بكل سلاسة، تقبلت الأسئلة وكانوا أسئلة في بلاصتهم الحقيقة.